ايه الفرق ما بين النوتس والريمايندر؟ النوتس وهي عبارة عن اي ملاحظات انت بتكتبها في نفس التوقيت. الريمايندرز وهي عبارة عن تذكير ليك. هناخد النهاردة النوتس ونبدأ نشوف ايه اللي بيحصل فيها بالظبط. النوتس موجودة في المين منيو، لو انا ضغطت عليها هنا هيجيب لي كل النوتس الموجودة عندي اللي انا كتبتها قبل كده. لو ضغطت على الريمايندر مش هلاقي فيه حاجة هنا في الريمايندر موجودة خالص. طيب نرجع تاني للنوتس. ازاي نعمل نوتس؟ النوتس عبارة عن حاجتين، اما تشيك ليست بحيث ان انا بعمل مهام، انا اقدر اسيف مهام كتير جدا في البانل بتاعي، وبعد كده اقدر البانل دي في اي وقت واي مهمة انا بنجزها بحيث ان هي بتتنقل من المهام المطلوب تنفيذها الى المهام اللي نفذت بالفعل. طيب هنا النوت، اقدر اعمل النوت منين؟ اكتب النوت منين؟ بالشكل ده، العميل رقم واحد ده العنوان بتاعه، هعمل في النوت بتاعه العميل يريد التصميم بالمقاس الـ A4 مثلا. اصبح عندي هنا موجود العميل يريد التصميم بمقاس A4. التاب ده اقدر اعمل فيه ايه؟ اقدر اغير لونه بالشكل ده، واخلي مثلا كل الحاجات الخاصة بالعميل رقم واحد باللون الاصفر. طيب اجي اعمل نوت تاني وهاجي اقول العميل رقم 2 يريد التصميم مفتوح المصدر مثلا. انا بس ايه بقول اي كلام. دلوقتي ادي العميل رقم 2، انا اقدر اخلي العميل رقم 2 باللون وليكن الاحمر. اصبح عندي انا هنا بعد كده لو عملت اكتر من نوت للعميل رقم 2 ممكن اخليه كله بالاحمر. اجي هنا بعد كده لما الداشبورد هنا عندي يتملى بانلز كتير يبقى كل اللون احمر، انا عرفته وميزت عيني لما تقع عليه على طول ان هو بتاع العميل رقم 2. طيب بس كده؟ لا، انا اقدر كمان ان انا اضيفه في الليبل عن طريق اد ليبل. لو عملت اد ليبل تمام، يا اما هلاقي فيه ليبلز موجوده عندي هنا اضغط عليها على طول، يا اما بدخل هنا واعمل نيو ليبل بالشكل ده اكني بعمل سيرش، وهقول مثلا كاستمرز بالشكل ده. هيقول لي كاستمرز ده مش موجود، عايز تعمل لي كرييت؟ عايز اعمل لي كرييت. واصبح عندي هنا في كلمه هنا موجوده وده التاجز بتاعها او الليبل بتاعها اللي اسمه كاستمر، واتظهرت عندي كمان هنا في الليبلز اللي هي كاستمر. وكده يبقى احنا اتنقلنا للليبلز. عندي ان انا اقدر اعمل من هنا كرييت ليبل بالشكل السريع ده. ممكن اقول مثلا احدده بالشهور مثلا وليكن بالشكل ده، وممكن اعمله باسماء العملاء. انا عملت هنا بالشهور اوجست ونوفمبر، وعندي هنا الكاستمر، عندي هنا السكيورتي بتاعي، وعندي الورك تيم. لو انا جيت دخلت على كاستمر هنا هلاقي عندي العميل رقم 2 عشان انا عملت له ليبل على الكاستمر فبقى موجود عندي. لو رجعت تاني على النوتس وجيت هنا وعملت ده كمان ات ليبل على الكاستمر، ممكن اعمل اكتر من واحد. ممكن اعمل اكتر من واحد، هيظهر لي هنا ممكن احطه في الكاستمر والاوجست مثلا، يبقى دول العملاء بتوع شهر اوجست شهر 8. فانا هاجي هنا في الاوجست هلاقي بس عميل رقم واحد، هاجي هنا في الكاستمر هلاقي العميل رقم 2 والعميل رقم واحد، لان الاثنين مشتركين في الليبل بتاع كاستمر، بس العميل رقم واحد مشترك في الليبل بتاع اوجست. دي كده بالنسبه للنوت السريعه وازاي ان احنا نقدر نشتغل عليها. حاجه كمان ان احنا نقدر نعمل التشيك بوكس او التاسك بتاعتي، نقدر نعملها من هنا نيو ليست. ممكن اقول مثلا هنا ديزاين كاستمر 1، بعدين ديزاين كاستمر 2، وبعدين داونلود فروم ويب سايت، بعد كده اليوتيوب. طبعا انا بكتب الكلام ده بس كده مجرد بس درافت عشان تبقوا انتوا قدامكم الموضوع باين. او باجي هنا بعمل كده بينزل لي هنا على طول التشيك بوكس بالشكل ده. خل اشوف انا هنا عندي الليست بتاعتي المطلوبه مني النهارده هي بالشكل ده، وممكن اعمل تايتل ليها وليكن بتاريخ النهارده مثلا 1/8 مثلا 2018. اوكي، فبيصبح عندي بالشكل ده.
اجي الون واخلي التاسكس مثلا بتاعتي كلها باللون وليكن اللون ده، هدخل هنا ماشي او من بره خالص. انا عندي ديزاين بتاع كاستمر رقم واحد ده انا خلصته، بضغط عليه هنا. اول ما بضغط عليه هنا بيتشطب لي يعني انت خلاص انجزت المهمه بتاعت البيت. اوكي، عملت مثلا داونلود قبل الديزاين، مفيش مشاكل، بتضغط عليها خلاص بتنزل لك. لو احنا فتحناها هنا هنلاقي ان الكومبليت ايتمز، كومبليتد ايتمز عندي اتنين وهم دول ومشطب عليهم، وبعد كده اللي لسه مفتوحين عندي بالشكل ده. اقدر اعدل، اقدر اضيف، اقدر احط صورة، ما عنديش مشكلة. اقدر اجي هنا واحط صورة عادي في نفس التاب بتاعك، ايوه في نفس التاب عادي، دخلته عندي وضفته، اقدر امسحه من هنا. طيب اضيف حاجة تانية، ادخل اشخاص معايا. طب اقدر اعمل ريمايندر للنوت على طول؟ اقدر اعمل ريمايندر للنوت بحيث ان انا اضغط على ديت كده واقول له ريمايندر اوكي تومورو الساعة 8، خلاص هو كده ريمايندر على طول. اوكي، وقال لي ان في هنا عمل لي علامة الساعة وريمايندر تومورو. اجي هنا وقتها دلوقتي واجي هنا اقول وريني الريمايندر بتاعي، هيقول لك ادي الريمايندر بتاع سعادتك اهوت، ادي التاسكس المطلوبة منك، تمام، هيفكرك بيها بكرة الساعة 8. اوكي، طيب لو حابب انا اجي هنا بقى على الانبوكس بتاعي عشان اكد لكم ان الموضوع مربوط كله ببعضه، هاجي هنا على الريمايندر 1/8/2018، الريمايندر بتاعه هيكون بكرة الساعة 8. عايز تفتح بقى المهام دي من جوجل، هقول لك open in جوجل كيب، تمام. يبقى اصبح احنا كده عرفنا ان الموضوع كله مربوط ببعضه. نكمل الحلقة الجاية إن شاء الله بقية الداشبورد والبانل والمين مينيو. أشوفكم على خير والسلام عليكم.